الرحمن الرحيم. هيا يا شباب، الليله سالسون في رمضان بنفس الهمه وبنفس الحماس وبنفس الاحساس، هنتوزع على مناطقنا، هنوزع، هنحاول نروج للمجتمع، تمهل وحلل، ونتكل على الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مفطر صائم قال مثل اجري غير انه ناقص اجر صائم شيء، نتوزع على مواقعنا. السلام عليكم، انا سمير احمد محجوب، متطوع في منظمه شباب النجده، وامير اسطوب المكنمر هو عباره عن اسطوب يتكون من 6 اتجاهات، في ازدحام مروري كثيف، فبنحاول نروج للمجتمع المدني انه تمهل وحلل، بنحاول نقلل له نسبه الحوادث المروريه بتحصل في العاصمه المروريه وقت الافطار بالذات، وقت اذان المغرب، فبنحاول نوزع ما يقارب ال 180 وجبه او 150 وجبه لكل زول ادركوا اذان المغرب وهو في الشارع. بنوزع شبابنا على حسب المناطق الكثيفه سكانيا او على حسب المناطق الفيها ازدحام مروري. بنبدا التوزيع قبل 4 دقائق من الاذان، وهو الوقت اللي بيكون فيه اكثر المشاكل او اكثر الحوادث المروريه. ديل مجموعه من الشباب هم المسؤولين من اسطوب المكنمر، زيادة على كده في ما يقارب 21 اسطوب متوزعين فيهم كمية من الشباب متوزعين برضو. نعمل استطلاع لممكن لواحد من الشباب. هنا من جيف على الاتجاه المتجه شمال شرق، اول هو الاتجاه اللي فيه ازدحام مروري اللي هو طالع على الكوبري، فبنحاول هنا بنروج للمجتمع، اول بنوقفه، بعدين بنديه ما في التاتة صغيرة فيها الامساكيات، او بنمسفه الطمأنينة انه تمهل وحلل. بعد قريب الاذان ب4 دقائق بنحاول نوزع له افطاره على اساس انه يحاول يقلل من نسبه بتاعت الحوادث. الحمد لله على اساس المشروع ده قدرنا نقلل ما يقارب ال 45% من الحوادث المروريه تحصل في العاصمه المروريه. ممكن نعمل استطلاع لواحد من الشباب، هو هيجينا هيتكلم معكم عن احساسه وشعوره لواحد من الحوادث المروريه بتحصل لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. والله اسمك؟ مالك. طيب سمعت بمنظور شباب النجدة؟ لا والله. طيب نحن ما شفتنا قبل كده في افطارات في رمضان. شفتها. طيب رايك في المشروع؟ والله مشروع ممتاز صراحة، يعني خصوصا في الأوقات دي، يعني الواحد مستعجل يوصل على البيت وكده، فبراعي الصائم. خطوة جيدة ممتازة يعني. تسلم. ربنا يقبلك إن شاء الله ربنا الكريم، وصوم وتفطر على خير إن شاء الله. ممكن نعمل استطلاع لاحد رجال المرور او لاحد المتطوعين عاملين معنا. استاذه هبه متطوعه معنا في منظمه شباب النجده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. انا هبه، خريجه جامعه السودان، متطوعه في شباب النجده العام الثاني، الموسم الثاني لي حاليا في افطار عبر الطريق، وما شاء الله المشروع جميل جدا وماشي بطريقه جميله. شكرا جزيلا يعني للمجتمع السوداني ساهم معنا في انه ندعم المشروع وانه يقوم بنجاح. شكرا لكم جزيلا. كده نكتمل على اساس رحلتنا، نتطوع مع واحد من الجمهور السوداني. السلام عليكم. مرحبا بك، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ والله الحمد لله. محمد عثمان محمد. والله سمحت وحاليا شغال معاكم انا ذاتي في الموضوع ده. فالفكرة اصلا هي فكرة جميلة جدا، وفكرة قائمة على اصلا عندنا من زمان موروثة في الاغاليم في البلد في الولايات، الناس بتكفل الشوارع بالعمم وبنزلوا الناس وفطروهم، بعد يقوموا معامل واجب بيصلوا بيكملوا بعد ذاك. فالفكره ما شاء الله قايمين على شباب جميلين جدا، يعني جايين من مناطق بعيده عشان عمل تطوعي زي ده. والملاحظ انه انا قدر ما زال واحد من الشباب ده بيقول لنا في الحتان، الثاني بيقول لنا في الكدر، ففكره يعني ممتازه جدا. وبعدين الحاجه الاساسيه منها قللت في نسبه الحوادث في الزمن ده، ده زمن غاتل جدا من احنا بنطبره السواقين والناس اللي ماشيين في الشارع. فلما النسبة تقل لمراحل زي دي فايش بقول لنا الفكره ادت دورها، يعني كملت الموضوع بتاع الاساسي ان عبر طريق تفطر وتحلل وانت ماشي في الشارع. كده اصبحت الحوادث يعني من دارنا بقينا احنا زيرو بالمواضيع زي دي. فالفكره جميله جدا وقايمين على ناس خيرين جدا وناس فاهمين، يعني موضوع مدروس ما موضوع يعني تلقائيا كده. هو فكرة تكونت، فكرة جميلة جدا، ناس تعبت فيها وراه اتحركت معاه، مشوا للمساهمين ساهموا ما قصروا أدوا بواجبهم. فنحن نشكر جميع المساهمين اللي هم تبرعوا للمنظمة، وإن شاء الله يعني مؤملين فيهم خير لقدام عشان نحن نقوم مشروعاتنا. والموضوع ما موضوع فطور هسه، بعد ما ينتهي الفطور عندنا موضوع ثاني اللي هو توزيع ملابس، ده برضو قايمين فيه والناس شغالة فيه، والمواضيع كلها ماشيه ممتازه. ونشكركم يا غاده جزيلا. بس عندي سؤال جواب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تمام. الحمد لله. الله يخليك. شباب النجده؟ لا والله. طيب هي عباره عن منظمه طوعيه بتوزع افطارات في الشارع السوداني قبل اذان المغرب بدقائق.
تقدر تسوي بتاعت الحوادث اللي بتحصل في خرطوم، رؤيتك شنو للموضوع؟ والله يا اخي انا بقول ربنا خير ان شاء الله. ربنا يجعل لهم في ميزانات حسناتهم ومن لهم رمضان يعني ان شاء الله. ممكن نعمل استطلاع ثاني لواحد من الاسر. السلام عليكم. عليكم السلام. والله ده عمل كويس وربنا يجازيكم عليه، وانه بيساعدتوا فيه الفقراء والمساكين والله، وكل انسان ماشي في الشارع انتوا اديتوه الفطور، جزاكم الله خير ان شاء الله ورمضان كريم عليكم. الله ممكن نساهم معاكم